في احمد صلاح بيسال عن انيميا الفول، وفي مصطفى عبده بيقول سؤال مهم، طرق تقويه جهاز المناعه مهمه اليومين دول. الكلام برافو، ده سؤالين حلوين جدا. طيب نختم بيهم بقى. نختم بيهم مع ان الجو حلو، يعني الجو حلو جدا. انيميا الفول، كل كره حمراء عايزه طاقه، كل كره حمراء، كرات الحمراء اللي هي كرات الدم الحمراء، ايوه ايوه، عايزه طاقه، طاقه تاخد اكسجين وتطلع سيلول، عايزه طاقه. زي ما انا لما امشي عايز طاقه. الطاقه اللي جوه الكره الحمراء جايه من مصدرين. 85% من الطاقه من تكسير الجلوكوز، زيها زي اي حاجه في الجسم. تاني، انا بجيب طاقتي من الجلوكوز. لما يتحرق يديني طاقه، اللي هو الاكل بيتحول الى جلوكوز. جلوكوز يديني طاقه وميه وثاني اكسيد الكربون، ده لما يتحرق. السكر، فالخليه الحمراء زيها زي اي حاجه، بس 85% بتكسر الجلوكوز تطلع منه طاقه. سليم، فاضل كام؟ 15%. 15% دي عند اللزوم. ما تشغلش السهم بتاع ال 15 الا عند اللزوم. ما هي اللزوم؟ تعرضت لشيء محتاج اكسجين عالي جدا. جدا، حاجه مؤكسده جدا. او ما اشغل 15 انا شغلت 100%. يبقى الخليه الحمراء الطبيعيه بتاخد طاقتها 85% من تكسير الجلوكوز زي اي حاجه، وده ما فيهوش مشكله. فاضل 15% بقى ده عند اللزوم. ال 15% دول لهم انزيم معين. يعني حضرتك تخيل انا دلوقتي في ظرف انا عايز 100%. هقوم اخد ال 85 بتاع الجلوكوز واشغل 15 دول لاني محتاج ال 100%. في ناس اتولدت من غير الانزيم ده. يا سلام. من غير الانزيم، فما يقدرش يشغل الضلع ده. فإذا تعرضت الخلية الحمراء لشيء محتاج معاه السهمين هتبوظ الخلية. لأنها مشغلة سهم وسهم، لا مظبوط، وهو نادرا. طب إيه الحاجات اللي تخلي الخلية محتاجة إنها تشغل السهمين؟ أدوية كتير جدا وأكلات كتير جدا. هي الفول هو المشهور، لكن الفاصوليا البيضاء دعم النفس، واللوبيا بالزبط، والبندق، والفول السوداني، البقوليات كلها. لا، والادويه، الاسبرين والسلفه، وفي ادويه للغده. ده يتفضح بقى الراجل ده. في واحده قريبتنا، تليفون الحقني الواد بيموت، انا ما بروحش بيوت خالص يعني، بس دي قريبتي. طبعا رحت لقيت طفل سنه 4 سنين لاول مره في حياته ياكل فول. طبعا انتهى. خدنا على المستشفى ونقلنا دم وكل حاجه. المفروض بقى لما الام بتتعلم تلاقي الهيموجلوبين ابتدى يطلع. فانا رحت عملت له تحليل، بعد شهر ونص لقيت الهيموجلوبين كما هو. قلت لها انت بتاكلي فول؟ انا اتجننت، انا متعلمه، انا معايا لسانس اداب، انا مش عارف ايه، كلام كبير كده. يا ستي راجعي نفسك، الهيموجلوبين ما بيطلعش، ده معلق عند 4 و5 بالكتير. طب في المدرسة جايز بياكل طب الشوكولاتة فيها بندق؟ ده أنا محرجة على الشر. رايح لهم مرة زيارة عادية كده، شميت ريحة فول. فبقول لها أهو الواد بياكل فول. قالت لي لا، أنا بدمس فول في البيت بس ما بأكلوش، بس ما بياكل من ريحة، إحنا بناكل منه. فرحت للدكتور صفوت شكري رحمة الله عليه. طبعا أستاذ كبير عملاق الأطفال. طبعا طبعا. بقول له ريحة الفول تكسر؟ قال لي هو انت ما كنتش تعرف؟ هذه معروفه كسفني. بطلت تدمس في البيت، الهيموجلوبين بقى 13. يا سلام، هذا حاجات صغيره لكنها تفرق. انيميا الفول طبعا انيميا وراثيه، بتيجي في الولاد بس، ما تجيش في البنات، لانها مرتبطه بالجنس، هل هو ولد ولا بنت. وانيميا سخيفه جدا، بس تشخيصها سهل. هاخد تشخيصها سهل ومقدور عليها، مقدور عليها. وهاخد الكرات الحمراء ابعتها للمعمل اقول له شوف الانزيم ده موجود ولا لا. هيقول لي لا، ده الانزيم ده ناقص. ناقص، الراجل ده ما يقربش ناحيه
الليسته اللي احنا كاتبينها. طيب تقويه جهاز المناعه بقى في مفيش حاجه اسمها تقويه جهاز المناعه. خلصها مفيش حاجه. ياكل فاكهه كتير وينام كفايه. جهاز المناعي يا استاذ محمود سر من اسرار الله الى هذه اللحظه. الى هذه اللحظه سر من اسرار الله. ياكل فاكهه كتير، فيتامين سي، فيتامين اي، خضار، فيتامينز كلها لا علاقه قويه بالمناعه. الخضار عشان فيه فيتامينز، وينام كفايه، ما يدخنش، ما ياخدش مخدرات، كل ده بتنسف الجهاز المناعي. اشكرك دكتور حسن، الله يحفظك، الف شكر حضرتك، شرفتنا وانستنا ونورتنا، الله يحفظك، الف شكر حضرتك.